خلاص عرفت انا شفتك فين قبل كده. انا كنت عارف ان اليوم ده جاي. اصل زنج ومنطق. اسمع انت ابو لبده دي شتيمه زي ابو رياله ابو شخه. ابو لبده ده كان اكبر بلطجي في المنطقه دي كلها وطور نفسه واجتهد لغايه لما بقى عنده دولاب مخدرات. وسبحان الله الخالق الناطق انت يا دبوب. اشتا كنا رايحين انا وهو علشان نقضي مصلحه يعني. ها بس انت عارف يعني ان المؤمن مصاب. الله يفتح عليك. المهم ابو لبده اتمسك. انت عايز مني انا ايه بالظبط؟ انا اثبت. تعالى. مش عايز. معلم ابو العينين كبير الجياره. المعلم حمدين كبير البطنيه. المعلم حمدين كبير الكتكات. المعلم زرجينه كبير الحتيه. المعلم ابو لبده كبير يا رجاله. ايه يا عم الجو المريب ده؟ ما هي دي قعده العرب. بس انا مش شايف اي خليجه في الموضوع. بس انت هربت ازاي من الحكومه يا معلم ابو لبده؟ ده انا سمعت انك اتمسكت. دي ستوري مثيرة تنين كلها اوغاد ولصوص ونعجز وبوليس. المعلم ابو لبده لمؤاخذه يعني ما تفرقش معاه اي حكومه ولا اي بوليس. وبعدين احنا دلوقتي جايين علشان ناخد حصه زياده للمعلم ابو لبده. ربنا يفك سجنه. ربي حافظ مش فاهم ليه؟ امال انا بجسد معاك شخصيه مين؟ صح. ربي كان هيودينا في داهيه. احنا تحت امرك يا معلم ابو لبده. ايه رايك يا معلم ابو لبده؟ والله ومين ابو لبده ده علشان تساله يا معلم خنتيري؟ ده حتى جديد علينا. المعلم ابو لبده بقاله وزن في السوق افهمه بقى. ابو لبده ده على نفسه ما يجيش على اخر الزمن حته عيل زي ده وياخد من نصيبه. انا بسمح لكش. خد دي. اثبت. كلب. قلت يا معلم صباح اللي تشوفه يا معلم حنتي جبارة. خدي كلب. يا ابن المجنون هجيبك. هتروح فين؟ انا تضربني بالقلم ليه؟ انت فاكر نفسك امين شرطه؟ لا كان لازم نقضي المصلحه. بقول لك ايه، انت فلقت شوم على دماغي قلنا ماشي بنقضي المصلحه. ضربتني اول قلمين قلنا بنقضي الزفت المصلحه. لكن القلم التالت ده افترق دبور. كفايه يا فتحي مضاوي كفايه. انت مش قضيت مصلحتك؟ جبت لك شاش وقطه لحسابي. كتر خيرك. ازيك سبادس؟ عايز ايه تاني؟ مانجا. هزيك مانجا. هزيك يا حبيبي مانجا وماله؟ واجيب لك مسكوت وتقعد تفكر. مع شركه الاعمال لطيفه. والله شكلك كده جد؟ والله امير كده وزي البطه الطيبه. ربنا يحفظك. دبور. دبور تعالى تعالى. متهيئ لي ايه بيتكلموا عنك؟ سيدة الأعمال المعروفة لطيفة هنا، نحب نعرف تعليق حضرتك عن اللي حصل لشركة المنافسين في الفترة الأخيرة. والله أنا لا تعليق عندي على اللي حصل لشركة المنافسين، بس كل اللي أقدر أقوله أني بعتذر لجميع مستخدمي الشامبو في مصر، وبقول لهم خلاص كل واحد أخذ مكانه الطبيعي. وعلى فكرة يا جماعة أنا قررت أشتري 65% من أسهم شركة دبور علشان يا حرام أنتشلهم من الضياع اللي هم فيه. وعلى رأي الحكماء من جد وجد ومن زرع بلح. وعلى صعيد آخر فقد انتقل دبور من قسم الشرطة إلى أحد المستشفيات إثر أزمة قلبية حادة وسط حراسة مشددة. طيب أخلع أنا بقى يا جماعة يعني. كريالة وعي كل ما تتعكي تخلع. ماشي بس انجزوا بقى يا جماعة علشان رايح أأمن على مصلحة مرتب لها من أسبوع. مصلحة؟ مصلحتي في كازوزة. واد صاحبي طباخ عم صفوت بروح معاه يعني الحفلات الكبيرة كده علشان ناكل ونشرب ونهيص. عنده بقى حفلة تنكرية ليلة راس السنة. الحفلة دي عاملاها واحدة ست مقتدرة وغنية وعندها شركات وهيصة يعني. هي اسمها مش غريب عليا يا دبور على فكرة، اسمها خفيفة هانم لذيذة هانم يعني.
هو يعني اسم فين بساط كده؟ ثانية واحدة ثانية واحدة، عشان انا شامم ريحة بلوى زرقاء على دماغه ودماغ اللي خلفوه. اسمها لطيفة مثلا؟ ايه ده انت تعرفها؟ يلا يا دي يا ابن يا حمار. انا حمار يعني الشتيمه الاولانيه مش فارقه معاك، واحمر حلقتك انت حمار وغبي. ولا هتقل ادبك هسمعك الاه تاني. اه بس انت عايز ايه؟ انت عايز ايه؟ سبع ايام بتحضر الحفلة يا كلب السجن. وانا فاضي بقى، فاضي بقى على قضيه ابوك وابوها ما تردتجون. خد دي، فاكر ان سخنك على بابتك كان بخلطة وخرجت غوزها وتغط العريس؟ اموت واشوف. انا انا يا كلب السجن انا. وربنا ما انا سايبك، وربنا ما انا سايبك. يلا يلا ملوش، وربنا ما انا سايبك ملوش. هجيبك ادخل. دبور بيه سريع نوسي، ايه جابك هنا؟ النصيب. ها يا جماعه، عملتوا ايه في اللي اتفقنا عليه؟ كله تمام الحمد لله، اللهم اتمها بالحاجات الكويسه يا رب يا رب. دبور في حاجة فاتت علينا. يا ترى ايه؟ انت اول ما تدخل الحفلة كل الناس هتعرفك في ثواني، انت لازم تحلق. احلق لابويا يا وطية؟ انتوا جننتوا يا جماعة، انا لا يمكن احلق لابويا في موقف زي كده ابدا. لا احنا قصدنا تحلق شعر. لا ده انا احلق لابويا واحلق لامي واحلق لك واحلق لكم كلكم. لازم تحلق، لازم تشيل الشمسية السودة اللي على دماغك دي. انا كتبت فيلم كان اسمه ماذا حدث للدبة بعد سندوتش الدبة. البطل في الفيلم ده اللي هي الدبة كان لازم عشان تتخفى من الأعداء بتوعها لازم تتحول تتغير، كان لازم تتخفى. أنا أقول لأبوك كتر على 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 الدبة على أفلامك يا مجنون. الفيلم ده بتاعك. اهدى يا دبور، اهدى يا دبور. دبور لازم تحلق عشان أبويا وأبوك، لازم تحلق عشان عم صف وكلوش، لازم تحلق عشان بينك، لازم تحلق عشان بونج. صح، لازم تحلق يا دبور، لازم تحلق علشان شعرك طويل. فين على ابوك؟ سيبك من الحامل بتاعك شوية. ده بابا خربت يا حبيبي. وحشتني وحشتني قوي. وانت كمان وحشتني قوي. وحشتك ايه؟ ده انا ما كنتش هعرفك. دبور يا ابني اللي انت بتعمله ده خطر، لو حد شك انك محامي ممكن يتعمل لك قضية انتحال شخصية. ما بقتش فرق كتير، المهم انت عامل ايه هنا؟ تعبان تعبان قوي يا دبور، انا مش هقدر اقعد هنا دقيقه زياده. انت ما تعرفش ايه اللي بيتعمل فيا جوه. عارف عارف، عم صفا اتفرجني على فيلم الكرنك. اطمن يا بابا، لو اللي في دماغي حصل مش هطول هنا كتير ان شاء الله. سرنوسي قال لي على اللي بتعمله علشاني. يا انت اتغيرت قوي يا دبور. عارف يا ابني، حتى لو ما خرجتش من هنا هبقى مبسوط منك قوي، وقلبي هيفضل راضي عنك العمر كله. يا حبيبي يا حبيبي.
سامل حسابك. انا وطلعتك من هنا ابقى انا اصيع. لا معلش انا الاصيع. خلاص مش هتطلعك. انت الاصيع.